جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لدي 3 قطع أراضي سكنية متجاورة، وحاولت شراء الأرض الرابعة المجاورة ولم أحصل عليها، وقمت بعرض هذه الأراضي للبيع منذ مدة، ولا أعلم هل تزيد عن السنة أم تنقص، وكنت في هذه المدة أسعى للحصول على الأرض الرابعة، بحيث لو حصلت عليها لم أبع الأراضي الثلاث، ثم إنني الآن عدلت عن البيع، فهل عليها زكاة وما مقدار مدة الزكاة المطلوبة؟ بناء على ما ذكره السائل فإنه لا زكاة عليه، لأنه لم يجزم ببيع الأرض هذه الفترة، بل كان مترددا، وفي النهاية قرر ألا يبيعها، فهو متردد في هذه الفترة، وما دام مترددا فإنه لا زكاة عليه. الحمد لله.